صحيح هذيك الأخت اللي ماتت حياة الله يرحمها كلنا تألمنا لوفاتها، كلنا تألمنا لوفاتها، لكن أنا نقول لكم لقت الحياة هما شبكات التهريب، أما البحرية الملكية ما شفتهاش هما خبية، ماشي هما جاو وبداو يستعملوا السلاح ضدها مباشرة. صحيح أن هناك تحقيق الآن، الدرك الملكي فتح التحقيق، النيابة العامة فتحت التحقيق باش تحدد المسؤوليات وتحدد الأمور، ولكن الخطر خصو يمشي ضد شبكات التهريب التي تصنع وهم للناس. والتهريب متعدد، ما كاينش تهريب واحد، اللي كيهرب المخدرات، كيهرب الأسلحة، كيهرب البشر، كيهرب السلاح، والمسموح كيهرب إلى آخره. تهريب واحد ما عندوش، ما فيش تخصص، غير كيدير واحد التهريب كيدير اسمه. هؤلاء هذه المغرب قام بواحد جهد كبير باش يقاوم، لأن هذا كيدمر الاقتصاد، كيدمر الوطن، اللي كيخرج كيدخل، كيخرج شي حاجة وكيدخل لك شي عجب، أشنو كيدخل؟ كيدخل أمور تنخر في المجتمع، تضر بالمجتمع، فلذلك هادو اللي خصهم يكون الغضب عليهم، ونتعاونوا مع السلطات الأمنية المعنية في المحاربة ديالهم باش نحاربوهم، حنا مدنيا وهم أمنيا على الأقل، ولكن بطبيعة الحال التحقيق ونشوفوا واش هادوك الناس ديال البحرية الملكية عندهم شي مسؤولية، هذا معقول، ولكن صدر بيان في هاد الشيء ودار توضيحات رسمية، كنتيدي ما كانوش هادو كان مخبينهم. هاي غادي واحد الكاميون وداير السلعة وتحت منها داير شي ناس، تا ما عرف شي واحد جاي يجر السلعة وجرهم وجر شي واحد تقول لي أنا جرتي، أنت جاي في بلاصة اللي ما فيهاش الناس، فهمتيني باش نفهموا هذه القضية. وكنعزيو في هاد السيدة الله يرحمها والعائلة ديالها والأسرة ديالها، وما بغيناش شي شر ولا شي أذى لحتى شي مغربي